ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. بالطبع التفاصيل مع دينا، تفضلي. شكرا لك نوى، شكرا لك دينا، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصغرى 23، اسكندرية 27، 20، مطروح 26، 19، بورسعيد 27، 22، الإسماعيلية 28، 21، السويس 28، 22، العريش 29، 20، طابة 30، 22، شرم الشيخ 31، 22، الغردقة 32، 22، الأقصر 34، 21، أسوان 35، 22، الوادي الجديد 33، 20، شلاتين 32، 24، وأخيرا حلايب 31، 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.